سلام بنات، كنتمنى تكونوا كاملة بخير وتكونوا بصحة جيدة. رجعت لكم فيديو جديد ووصفة جديدة. الوصفة ديال اليوم غادي تكون لترطيب وتليين الشعر، وصفة اللي هي جد 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 فعالة ومجربة مني شخصيا، واللي جمعت لكم فيها أقوى الزيوت لهذا الغرض. هذا كيف كتشوفوا معايا زيت الزنجلان، زيت جوز الهند، وزيت الأفوكادو. هاد الزيوت هادي ما عندهاش فقط الخاصيه ديال ترطيب الشعر، وانما عندها بزاف ديال الفوائد. نذكر لكم بيناتها تقويه الشعر من الجذور، كتمنح الشعر اللمعان ديالو، كتغذي الفروه ديال الراس. بزاف ديال الفوائد الا جيت نذكرها لكم كاملين كامله غيتخصنا ليها فيديو بوحدها. دونك غادي نبقاو في الموضوع ديال الفيديو ديال اليوم اللي هو ترطيب الشعر، وغادي نبداو على بركه الله تحضير الوصفه. اذا اول حاجه اللي غادي نحتاج هي واحد القريعه ديال الزاج اللي عندي هنا قديمه بطبيعه الحال نقيه مغسوله. غادي ناخذها وغنبدا نوضع فيها الزيوت بكميات متساويه. اول حاجه غادي نبدا بزيت الافوكادو. فكيف كتعرفوا زيت الافوكا غنيه بمجموعه من الفيتامينات ومجموعه من المعادن والاحماض اللي كتساهم في تقويه الشعر الجاف والمتقصف. صافي انا وضعت هنايا كميه كيف كتشوفوا معايا من زيت جوز الهند. دابا غادي نضيف عفوا من زيت الافوكا، دابا غادي نضيف زيت جوز الهند. وبالنسبه لزيت جوز الهند ما كاينلاش نهضر لكم عليه، راه كتعتبر من اهم الزيوت في ترطيب الشعر، وعنده حتى هو بزاف ديال الفوائد وغني بمجموعه من الفيتامينات. هاني دابا وضعت زيت جوز الهند، حتى هو وضعت واحد الكميه منه، وغتبقى لي اخر حاجه غادي نضيف هي زيت الزنجلان. زيت الزنجلان هو عنده واحد الخاصيه اللي هي زوينه بزاف، فبالاضافه لانه كيقوي لنا الشعر من الجذور وكيرطب الفروه ديال الراس، وحتى الترطيب اللي هو عميق، عنده واحد الخاصيه اخرى زوينه هو انه كيحارب الشيب، وكيتميز بديك الخاصيه ديال انه كيخلي لنا الشعر ديالنا اللون ديالو دائما غامق واسود. كيف كتشوفوا معايا انا ضفت هنايا الكميه المتبقيه ديال زيت الزنجلان. الى بان لكم زيت جوز الهند كيف كتشوفوا معايا هنايا مفصول، لانه ما ذوبتوش، كان دايب عندي شويه ولكن ما ذوبتوش مزيان. على العموم انا ما غنستخدمش هذا الزيت دابا، فاش نبغي نستخدمه اكيد غادي نوضعه في باماغي باش تنسجم ليا كاع الزيوت مع بعضياتها. واحد المساله اللي كنأكد عليها دائما البنات، عمركم ما توضعوا الزيوت مباشره فوق النار، دائما بماغي. كفي انكم تاخذوا واحد الكويس توضعوا فيه ما مغلي وتوضعوا فيه هذه القرعه هذه تيسخن داك الزيت، وقبل ما تستعملوه دائما رجعوا القرعه ولا حركوها مزيان عاد تبداو تستخدموه. بالنسبه لطريقه استخدام هذا الزيت هذا، غادي نوضعوه على الشعر من الجذور للاطراف ونخلوه من ساعتين حتى الليله كامله، ما عندكم مناش تخافوا، بالعكس الا جلستوا به ليله كامله غتحصلوا على نتائج اللي هي احسن بكثير. وبالنسبه للفعاليه ديال هذا الزيت هذا ما كاينلاش نهضر عليها، راه باينه من الزيوت اللي مزجنا واللي كيتعتبروا من اقوى الزيوت في ترطيب الشعر. بهذا غتسالي الفيديو ديالنا ديال اليوم، كنتمنى تكون عجبتكم. كما العاده ما تنساوش تابوناو في لاشين الا كنتو اول مره كتشوفوها، ضغطوا على الزر الاحمر الموجود اسفل الفيديو، ما تنساوش كذلك انكم تفعلوا الجرس وتلايكوا لي الفيديو بطبيعه الحال اللي عجبتكم. كي كنقول لكم دائما تهلاو في ريوسكم، غران بيزو ليكم، كنبغيكم بزاف، السلام عليكم.